شعر بخوف وبقلق، يعني لما يكون لقاها المريض ضروري انه واحد يفتقع يخاف، لانه ما يقدرش يوفر حق العلاج، ما يقدرش يسرح للمستشفى، من اين يجيب لهم حق علاجات، حق فحوصات، حق من اين يجيب لهم؟ لو مش المرفق الصحي ذا لقي الى عندنا ما نقدرش. اطفال ما يقدروش، ما يتحملوش الجوع، بعض ايام ما يحصلوش، ما فيش اكل ياكلوا. يعني العلاج ما بقدر اعالجه، لو مش الطاقم هو ذا ما اقدر اعالجه. المتطوعات اللي في عندنا في القريه كلمني ان الطاقم الصحي باقي للمدرسه يعالج الناس، نحن جينا معاهم. يعني لو العلاج ما هوش موجود المجاني ما اقدر اشتري العلاج العادي.